السؤال الثاني حضرتك، عندنا شاب في القرية اتجوز وخلال سنة جاله بنت، وبعد البنت اتوفى الشاب ده. نعم اتوفى. فاحنا الوقت فيه مشكلة بسبب الممتلكات بتاع الشاب ده. اهل الزوجة طبعا بيطالبوا بحق البنت، فهي حقها تاخد كل ما كل الشيء كان في الشقة مثلا، ولا الوضع تكون ازاي مثلا حضرتك؟ حق الزوجة ولا حق البنت؟ الزوجة طبعا المفروشات والموبيليا والشقة والحاجات دي كلها. هذه قائمة الأثاث. هي في بيت عيلة يا مولانا. خد بالك، يعني خد بالك معي الأرياف والحاجات دي يعني. خد بالك معي طبعا حق البنت بتكون عبارة عن القايمة اللي مكتوبة مثلا. يا أخي بس انتبه معايا واصبر. تقصد بالبنت زوجة الرجل أو ابنته؟ زوجة الميت أو ابنته؟ زوجة المتوفي. الشاب توفى وطرق زوجته وبنته صغيرة. طيب أنت كلامك الآن على الزوجة. الزوجة لها قائمة أثاث أو ليس لها قائمة أثاث؟ لها قائمة. تأخذ القائمة والباقي في القائمة. تمام. طب والأب أب يا أخي اصبر علي يا أخي اتكلم، اصبر علينا نتكلم. الزوجة تأخذ قائمة الأثاث، هي لها، وإذا كان لها مؤخر صداق يخصم كذلك من التركة، وبعد تأخذ الزوجة أيضا ثمن التركة، وتأخذ البنت نصف التركة والباقي لوالد الزوج ولوالدته، والد الزوج له والدة الزوج لها السدس، ووالد الزوج له المتبقي أو السدس، وإذا كانت المسألة عالت أظنها لم تعل الثمن وسدس وسدس ثمن وسدس وسدس كام يا ربي؟ ثمن 24 مثلا، 3 على 8 زائد 4 على عفوا 3 على 24 زائد 4 على 24 زائد 4 على 24 11 على 24. نعم الأم ستأخذ السدس والزوجة ستأخذ السدس الثمن، والبنت النصف والباقي للأب. بارك الله فيك. لماذا تقديم سدس الأم على سدس الأب؟ لأن الأب سيأخذ أكثر من السدس يا محمد بن حمد. الأب سيأخذ سدسه وسيتبقى جزء يأخذه الأب تلقائيا بالتعصيب. يعني الزوجة لها الثمن للآية، ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، فإن لم يكن لكم ولد فلهن الربع. فالزوجة لها الثمن والبنت لها النصف بنص الآية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فللأب السدس وللأم السدس، لكن الباقي أكثر من السدس، فالأب سيأخذ الزائد بالتعصيب. فقلنا تجوزا يأخذ سدسه مع الباقي.